الحسين، ولكن انطلقت الكائدة، انطلقت هنا الكائدة لتعلن بأنها صاحبة هذا الشوط ليسجل اسمها رسميا في عالم الكبار، في عالم الكبار، في عالم الأشواط الرئيسية الأولى. يا سلام، تضرب بيد من حديد على هذا الشوط الأول الرئيسي، تحمل الرقم 2 ولكن لا ترضى إلا بالمركز الأول. وسلام يا الكايدة، سلام، سلام يا الكايدة، سلام، تهارينا والناموس على هذا الفوز لجنة الشحانية وللمضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان. واشكرك يا المبدع على هذه المواصيل التي وصلت اليها الكايدة في هذا الشوط، هذه تقترب محققة المركز الاول. تهانينا، تهانينا والناموس لجنة الشحانية وللمضمر المبدع حمد بن حلفان المركز الثاني. تحركات الفارس رغم المحاولة هنا من الإخوان المشاركين، ولكن الفارس، الفارس مشاهدينا ومتابعينا الكرام يقول لكل المشاركين: أنا فارس هذا الشوط وأنا فارس الميدان بهذه الانطلاقة الفالودية وهذه السرعة المميزة. يا سلام، يا سلام، نتقدم بالتهنئة من هذا المكان ومن هذا الموقع ومن لائحة الميتين متر الأخيرة إلى هجن الشحانية وإلى هذا الشعار المميز، الشعار الأدعم. نعم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا هو، هذا هو مشاهدينا الأفاضل، الفارس يحسم الشوط من صالحه. تهانينا لهجن الشحانية، التهنئة موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الويبي. لحظة وصول الفارس إلى خط النهاية المركز الثاني، وصل به الخلاوي لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد. مهابة، انطلقت مهابة، انطلقت مع الصدارة، انطلقت مقدمة ذلنا الإثارة، تحمل شعار هجي الشحانية من تمتلك مهابة وأخواتها من تجري بأخفافها بهذا الشوط. انطلقت مهابة، المضمر سلطان بن محمد الويبي عملاق المضمرين، يقدم لنا الصغار والكبار مقدما لنا بهذه اللحظات مهابة مع أول المراكز ومع انفرادها بناموس هذا الشوط وانطلاقها مع المركز الأول. خط النهاية يقف احتراما وحبا وتقديرا لقدوم مهابة ولمعانقة شعار هجن الشحانية. شكرا يا الوهيبي من قدم لنا مهابة مع أول المراكز، المركز الثاني الغارية لهجن الشحانية مع المضمر حمد بن علي بن حلفان المركز. صادر هذا الشوط، صادر المركز الأول بهذه الانطلاقة القوية الفولاذية. وسلام يا صادر، سلام، مقلوع يحاول، مقلوع يحاول، يا سلام، اللحظات الأخيرة، المركز الأول ما زال مع الصادر اللي صادر المركز الأول، واسم جميل يا المبدع، اسم جميل، وبالفعل يصادر المركز الأول. تهانينا مرة أخرى لهجن الشحانية وللمضمر حمد بن علي بن حلفان. أدير لبالك من اللي قادم، مقلوع، مقلوع، مقلوع يحاول محاولات حقيقية، ولكن الصادر خلاص قفل الشوط، قفل هذا الشوط باسمه. تهارينا والناموس هجن الشحانية وللمضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان. الصادر يصادر الشوط الثاني للقعدان. تهانينا والناموس هجن الشحانية على الفوز بالمراكز الأولى. المركز الثاني، وصلت في هذه اللحظات برزة عود ملكيتها لهجن الشحانية وتضمينها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. غيرت برزة، 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 برزت برزة بهذا الأداء القوي وهذا العرض المميز. ولكن يا سلام، هناك تحركات من الجانب الأيمن، هناك دخول، دخول قوي وملحوظ، هنا ضجة، وهنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. يا سلام، عسيلة، 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 وهنا برزة، برزة مع المركز الأول، برزة مع الصدارة، برزة، 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 هي من برزت بنفسها، بنفسها. أيها الإخوة الأفاضل، نهني هجن الشحانية على فوز برزة وتحقيقها وبروزها بهذا الشوط بكل جدارة وبكل قوة. المركز الثاني، أيضا
تقديمه لإبداعات دائما وابدا بتقديم الأسماء المميزة وبالوقوف مع هذا الشعار بتقدم الجميل مع الصدارة ومع المقدمة. مسموح كما أسلفت تعود ملكية الهجة الشحانية المضم حمد بن علي بن حلفان المري ثاني المراكز. منذر ينطلق مع المركز الثاني بشعار الهجة الشحانية حمد بن علي بن حلفان بن ندير بالتضمير المركز الثالث. غادم أيضا وتواصل مختار يختار المراكز المتقدمة بانطلاقة الهجة الشحانية المالكة المضم حمد بن علي بن حلفان. ولكن مسموح قفل مجريات هذا الشوط وانطلاقا للمعلومة ذاتية بدون أي تعليمات والعصاب الطاكبات تدون. نهني هجة الشحانية والثانية للمضمر حمد بن علي بن حلفان المري ثاني المراكز. كان الوصول غير من الهجة الشحانية. التسلل في هذه اللحظات صدى وأمجاد، أمجاد وصدى الثنتين من هجة الشحانية مع اختلاف التضمير، تضمير هذه البراعم التي ننتظر لها مستقبلا باهر وزاهر. أولى اللبنات الحقيقية في عالم الهجن هذه الحقائق، هذه الحقائق سنشاهدها في سن اللقاية. ووصلت جبارة، تحركت جبارة، يا سلام أمجاد وجبارة، أمجاد وجبارة، ولكن أمجاد لا تسلم ولا تستسلم رغم الضغوط التي يراها من جبارة. تحاول محاولات حقيقية لاختطاف المركز الأول، ولكن جبارة ولكن أمجاد 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 تختطف المركز الأول. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني أيضا لحمد بن علي بن حلفان المركز الثاني. جبارة بقية المراكز. هذا هو الريان، هذا هو الريان مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع الانفراد، مع الانفراد الكل عن بقية المراكز. يا سلامي على الريان وعلى انطلاقة الريان في هذه اللحظات. نعم هذا هو الريان يسيطر سيطرة تامة وسيطرة فعالة على المقدمة وعلى الصدارة. يا سلام، إذا تهانينا من هذا المكان ومن هذا الموقع للريان ولراع الريان ولهجن الشحانية المالكة للريان وكذلك الفائزات معنا في هذا المساء. وهذه لحظة وصول الريان إلى خط النهاية يصل بأمان وسلام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية المركز الثاني. يصل السيل لهجن الشحانية المركز الثالث. مع أول المراكز ما شاء الله وصال بإشعار هجر الشحانية والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري مع المقدمة ومع القيادة مقدمة ومستعرضة للعروض المميزة والانطلاق الكبير مع أول المراكز ومع المقدمة. ولكن يا سلام هنالك الفائزة أعلنت الملاحقة، أعلنت المطالبة مع المركز الثاني بشعار هجر الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وخلاص وصال قفلت مجريات هذا الشوط وسجلت ودونت هذا الشوط باسمها ومع اسماء الفائزين المتوجين في هذه الفترة المسائية. نهني هجر الشحانية والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري ذا المراكز الف... المبدع مبدع في هذا الشوط. الثلاثة المراكز الأولى أو الأربعة برفقة المبدع حمد بن علي بن حلفان من عزبة واحدة. الله يا سلام يا سلام. ولكن بحر هو من يتسيد هذا الشوط، بحر هو من يسيطر على المركز الأول، لفان على المركز الثاني، لفان وبحر، بحر ولفان، لفان وبحر لمن ناموس الشوط، من سيسجل اسمه في هذا الشوط. يا سلام، لفان يتسلل، لفان يتقدم، لفان مشاهدينا الأعزاء يختطف هذا الشوط. وخير خلف لخير سلف إن شاء الله لهجن الشحانية ولجماهيرها ولمحبينها، اسم خير وفال خير ووجهه وجه السعد. يصل إلى خط النهاية قاطعا مسافة الشوط محققا المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز لفان بالمركز الأول. بحر
العبور واللي مثل العبور. الله! إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عبرت العبور وعبرت هذه الأمتار أيها الإخوة بهذا الناموس. تهانينا من هذا الموقع، ومع العبور نحمل سلاماتنا ونذهب بالعبور وتعبر كذلك بتهانينا إلى هجن الشحانية. ودام هذه العبور معك يا سلطان فخلك مرتاح. نعم هذه العبور، نعم العبور مشاهدينا ومتابعين الكرام تفوز بهذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على العبور بالمركز الأول وفوز هذا الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني غاية لهجن الشحانية المركز الثالث، نجوم لهجن الشحانية المركز الرابع. الشحانية بشعار هج الشحانية والمضم السلطان بن محمد الوهيبي، وأعود أعود مع الصدارة، أعود مع الظبي، الظبي ومزود، الظبي ومزود، حوار ثنائي ما بين البطلات المتواجدة، وهذه الاسمين خواص بالعزبة تنطلق بنفس الشعار بنفس الملكية والتضمير مع المركزين الأول والثاني، وأيضا تواجد ثالث المراكز ورابع المراكز بشعار هج الشحانية وبرفقة حمد بن علي بن حلفان المرية والخمسة الأسماء المتقدمة. إذن الظبي هي من انطلقت إلى خط النهاية وأعلنت هذا الفوز ودولت اسمها مع أسماء الفائزين. أول المراكز الظبي، مزون على المركز الثاني، ثالث المراكز مبدعة، المركز الرابع كان رسوم قبل